ايه يا طارق، في ايه؟ اقعد يا مروه، وانت كمان يا دينا. عليكوا اكتر من كده. هي ايه؟ ارجوكوا اسمعوني، مش عاوز اي حد يقاطعني. انا بنيت الشركه بتاعتي من حوالي 28 سنه. بشتغل في الاول ما كانش هدف الربح، الفلوس دي كانت اخر همي. كان حلمي ان انا ابني واعمر واسيب بصمه هندسيه باسمي تفضل محفوره حتى بعد ما دخلت، من غير ما احس بدوامه الاستثمار في المدن السكنيه الجديده والكومباوندز. بنيت زي ما بنوا، كان هدف الربح، لحد ما صحيت على كارثه الشركه بقت فيها. كارثه ايه؟ الشركه مهدده بالافلاس وعليها ديون كتير، ده غير الكومباوندز لسه ما اتسلمتش. طب وانت هتحل الموضوع ده ازاي يا بابي؟ هي دي الحقيقه اللي لازم تعرفوها عشان انتوا اهلي وعيلتي. ما ينفعش احطكم في موقف صدمه او مفاجاه. انت كنت عارفه الكلام ده وساكته؟ انا كنت عارفه ان في مشكله بس مش للدرجه دي. والنبي يا اختي رنا، ما تعرفش غير اللي انا قلته وبس. انا حاولت اصلح الوضع واخد قرض لكن ما ينفعش. ما فيش غير حل واحد دلوقتي قدامي، مشروع هدخله هيبقى بالنسبه لي وبالنسبه للشركه هو طوق النجاه. ما تقلقش هينجح ان شاء الله، احنا كلنا معاكوا في ظهرك. حضرتك طارق التميمي، هتطلع من اي مشكله. المصيبه السوداء. بعد اذنكم. في ايه يا رنا؟ نهار اسود ومنيل. يا نهار اسود ومنيل يا طارق. يا نهار اسود ومنيل يا طارق. ايه يا مروه؟ ما كنتش اتوقع ان يكون رد فعلك كده لما اعرف مشكله زي دي. انا ما كنتش اتوقع ابدا اني هوا كده في حياتك. زي اي حد. وال20 سنه اللي خدتهم من عمري ايه؟ مالهمش تمن عندك يا مروه؟ انا كنت مستني ايه؟ لما اعرف من الجرايد ولا لما المحضر يجي يخبط عليا؟ مروه فهميني، الموقف كان صعب جدا. صعب وكان سهل لما كنت اسالك يا طارق ايه اخبار شغلك؟ فل تمام الحمد لله. اتاريك مخبي عني كل ده؟ مخبي عني ايه تاني يا طارق؟ ها؟ كذبت عليا في ايه تاني يا طارق؟ هنت عليك؟ ما هنتيش ولا هتهوني. حاولتش احملك الهم، شلت انا لوحدي عشان ما احسسكيش باي حاجه. اديني حسيت ان في حاجه. حقك عليا، انا مش هخبي عليك مره تانيه. معاك كام؟ 15 مليون بس. والديون قد ايه؟ حوالي 70 مليون. يا لهوي 70 مليون؟ 70 مليون؟ لا 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 لا، الشركه دي بكل ديونها تتكتب باسم واحد في السر عشان لما يحصل حاجه تخلع انت منها، وعلى قد ما تقدر بقى تلم لك شويه فلوس. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عاوز ان انا اهرب من المسؤوليه؟ البس حد في قضيه ملوش اي ذنب فيها؟ مش طارق التميمي اللي يعمل كده. ماشي يا طارق براحتك، انا حبيت اساعدك عشان لقيت المركب بتغرق، والمركب لما تغرق لازم لها خطه تانيه.